بالنسبه للاخوات كي ناجي ب 1200 درهم فقط الاخوات، رديناهم لكم بثمن خيالي ومناسب. شوفوا تبارك الله كيفاش دايره، يعني سلسله وغورميطه ديالها ب 1200 درهم، يعني فقط حاجه اللي غزاله ورائعه. كيفاش دايره؟ يعني باينه ورائعه، شحال الثمن ديالها مناسب الاخوات. بالنسبه للاخوات 1200 درهم فقط الاخوات، 1200 درهم يعني غزاله. شفت باكلا كي دايرين الموتيف فيها شويه واقفين فيها الدياموند من الوسط، شي حاجه اللي توب وشي حاجه اللي رائعه الاخوات. 1200 درهم فقط. ألف وميتين درهم ديال الأخوات، شكون كيدير يعني شي حاجة اللي دوقية وشي حاجة اللي تمن ديالها مناسب. أخوات بالنسبة للناس اللي أول ما تلحقوا بينا، حنا تواجدو في مدينة مراكش قصرية الصفاء المسيرة واحد الأحباس، اختصاصنا هو بيع الذهب 18 كارا كسائر ذهبية، وتنديرو التوصيل جميع مدن المغرب. رقم الهاتف ديالنا اللي هو 06 66 52 59 91، إيبانك ليا الرقم محمد عفاك. بالنسبة للأخوات اللي بغا الرقم ديالنا واللي بغا يتواصل معنا واللي بغا أختي كلي سكريني، هو التواصل معنا في الواتساب، وانا هنا نبانكل لكم الرقم ونخليه لكم في لاباج ديالنا. وتحيه لكم الاخوات. بالنسبه للعروض تاع ان شاء الله تاع العيد، يعني ثمن مناسب للزختي اللي عندنا. بالنسبه للسنسله وغورميطه ديالها ب 1200 درهم، اخوات ما تخرجوش عندنا بالبارطاج قدام ديالكم باش يطلع اللايف. 1200 درهم سنسله وغورميطه، تقريبا في هذه سبعه لي موتيف في السنسله وسبعه لي موتيف في العلاقه في الغورميط، يعني ثمن غزال ورائع ب 1200 درهم. 24 ألف ريال، وندوزو الموديلات اخرين الاخوات باش يكون اللايف يعني خفيف وظريف وما يكونش يعني طويل عليكم. نحاولو ندوزو لكم لي زارتيكل كلهم باش كلشي يستافد. اخوات عندنا لكم واحد السلسله تاع 3D لي غزال، هادو جبناهم لكم ثمن ديالهم مفاجئ وغادي تعجبكم وغادي تاخذوهم، يعني 1200 درهم فقط الاخوات. سلسله وغورميطه تاع 3D اللي هي 1200 درهم، يعني زوينين وراقين وثمنهم يعني ثمنه مناسب. 1200 درهم فقط الاخوات. كي دايرين هادو زوينين ورائعين، المهم فيهم هادي اوفال وفيهم واحد القليب، يعني هادي تاع الاوفال. 1200 درهم فقط الاخوات، هادو ب 1200 درهم، 1200 درهم 24000 ريال. ما شاء الله عليك اختي ام علي، شكرا لك اختي، تبارك الله عليكم نتوما الاخوات، وشكرا لكم بزاف على البارطاج. واش لكم مبروك اخوات ديالنا، يعني شكرا لكم على البارطاج ديالكم والدعم ديالكم الاخوات. 1200 درهم 24000 ريال الاخوات، فيها جوج نيبول هذه من هنا وفيها هذه 3D من هنا. وبالنسبه للغورميطه فيها ديما تنعودكم بالجديد، يعني هادو موديل جديد ورائع وزوين، الثمن ديالو 1200 درهم، 1200 درهم فيها 3D. وبالنسبه للغورميطه السلسله تاعي فيها جوج نيبول من هذه الجهه وجوج نيبول هي 4، وبالنسبه للغورميطه تاعي فيها جوج نيبول وفيها 3D اوفر غزاله ورائعه، الثمن ديالها 1200 درهم الاخوات 24000 ريال. وندوزو موديلات اخرين اخوات، نحاولو يطلع اللايف وندوزو لكم الثقيل كي ميزة الاخوات في اخر لايف، يعني عندنا ميزات اليوم زوينين، حلقه تاع اللويز، عندنا الديامون في الميزات، عندنا حلقه بلجيين، عندنا اخوات بلجيين كيما يتشاف الاخوات في الميزات اليوم. غير البارطاج والدعم ديالكم، غنبدا لكم بالخفيف وندوزو ان شاء الله للثقيل. كاين دبالج، كاين سريتلات، كاين عطا الله ما يتشاف الكورميطة تليد، يعني موديلات رائعين اخوات. هادي 1300 درهم 26000 ريال، هادي كبيرة فيها الموتيف تاع القلب اللي الثمن ديالها 26000 ريال، 26000 ريال اخوات 26000 ريال 1300 درهم، 1300 درهم شي حاجة اللي رائعة وزوينة، 1300 درهم الاخوات 26000 ريال شي حاجه اللي غزاله ورائعه. فوقاش كاين اخوات ان شاء الله مورا، يعني قبل العيد بنهار ولا يومين ان شاء الله. يعني اخوات بالنسبه للناس اللي تيبارطاجيو لنا، يعني ثلاث جروبات تيسكرينيو البارطاج ديالهم تيصيفطو لنا في الواتساب وتيصيفطو مع الرقم التليفون ديالهم، ان شاء الله ندخلو من ضمن الناس اللي غيفوزو معنا في القرعه. وبالنسبه للناس اللي تيخدم عندنا اي ارتيكل ان شاء الله تاهما تشاركو معنا في القرعه اللي غتكون السحب ديالها كي قلت لكم، يعني ان شاء الله قبل العيد بيومين ان شاء الله بحول الله. الفرحة تكون فرحتين ان شاء الله بحول الله الاخوات. انا بارطاجيت باي، شكرا لك اختي، شكرا لام عاليه، ام علي نعم عاليه، ام عاليه اش قلت لي بشرى؟ قالت لك ما جاوبتيني اختي بشرى، علاش غنجاوبك؟ مرحبا بك اختي بشرى، ونهار كبير هذا وساعه مبروكه.
سلام ورينا الخواتم بلجيين. اختي كاين خواتمات بلجيين زوينين 1200 درهم يطلعوا اللايف اخوات بارطاجيو مع العائله الاخوات الصحابات بارطاجيو مع كل شيء باش يطلع اللايف ونبداو لكم لي برومو والعروض عندنا ب 1000 اخوات هذه 1200 1300 درهم 26000 ريال 26000 ريال شي حاجه غزاله ورائعه وطوب وفيها جوج لي بول يعني 4 لي بول في السلسله وجوج لي بول في الغورميت 1300 درهم 26000 ريال اللي بغى يتواصل معنا في الواتساب ويصيفط لنا غير السميه والكنيه والعنوان ديالو ورقم التليفون وان شاء الله نصيفطوها لكم الاخوات فين ما كنتو. كاين موديلات اخرين اخوات غنحاول نوريكم يعني موديلات زوينين هادو فيهم هادشي خفيف نحاول ندوزو بعض السرعه وندوزو للثقيل باش كلشي يستافد اللي بغى الثقيل يستافد واللي بغى الخفيف يستافد. بالنسبه للمناسبات هاد الشهر ان شاء الله يعني درنا لكم مناسبه العيد ناقصي كل ارتيكل كاين حلقه لويز اختي ما كاينين 1500 درهم ديال اخو تبارك الله كيفاش دايره يعني سلسله دوبل غزاله ورائعه ومع الكورميطه ديالها ب 1500 درهم بثمن ديالها 30000 ريال اخوات. حلقه لويز مالك اختي مالك انا ندوزهم لك دابا زويون عندي في الميزات غنحاول ندوزهم لك دابا. بالنسبه للاخوات كاين هاد السلسله الكورميطه ديالها ب 1500 درهم 30000 ريال 30000 ريال شي حاجه اللي زوينه ورائعه ب 30000 ريال يعني شي حاجه لي طوب. سفيان بحال مش حاجه تبيع الدوزيام دوزيام ما اخواتي تبدا من 480 درهم اختي فنوره تبدا من 480 درهم 490 حتى 500 درهم على حسب كل حاجه والثمن ديالها. بالنسبه للاخوات 1500 درهم 30000 ريال شي حاجه اللي زوينه ورائعه سلسله دوبل وكي قلت لكم راه الصح على اخوات نعطيكم لا غارانتي لمده عام يعني الصح والعمل راه تبارك الله الاخوات كلشي مجربين هاد لي موديل مجربينهم يعني شي حاجه اللي رائعه. كاينه تاع الدياموند تاع هي زوينه غنحاول نوريها لكم يعني شي حاجه اللي طوندونس شي حاجه اللي راقيه. نعم علاش كيقولوا ديال المغرب كيكون ماشي صافي مخلط اخوات كلها يعني دابا 18 كاره هو اللي كاين في المغرب راه مخلط ضروري يكون مخلط بالنحاس ولا بالنقره لان الفان 24 كاره هو اللي خام يعني تيكون خام يعني باش يجي صحيح يعني تديرو تردزو فيه النحاس ولا النقره ضروري يكون مخلط ولكن الا كان ناقص مقل من 18 كاره راه داكشي اختي راه تيكون مراقب وتيكون التوصيل ديالك وكلشي تاخذيه بالتوصيل ديالك ما تخافي ما والو اختي يعني خديه بالروسي وخديه عند انسان تثقي فيه وتتعاملي معاه وراه حتى شي يعني اللي تيخاف الله اختي ما تخافيش منه. بالنسبه للثمن ديال هاد الاخوات كاين هاد السلسله والكورميطه ديالها 1500 درهم فقط الاخوات دياموندا غزاله ورائعه شي حاجه اللي طوندونس ب 30000 ريال 1500 درهم الاخوات 30000 ريال. اختي مالك شكرا لك حتى انت الله يسهل عليك ويسر لك اختي ديما شكرا لك اختي خويا ام عبد الرحمن شكرا لك اختي على البارطاج ديالك 1500 درهم الاخوات 30000 ريال شحال من نهار اللي خاص الى طلبات اليوم انا في تمارا اختي الا كنتي في تمارا ان شاء الله شحال بتوصل 24 48 ساعه كاع تقريبا اختي لو ماكسيموم غتوصلك ان شاء الله لتمارا غير سكريني اي اختك اللي بغيتي اختي اسمينا اختي الاخت مريم من تمارا تواصلي معايا في الواتساب وان شاء الله نصيفط لك اختي علاش لا مرحبا. بالنسبه للثمن ديال 1500 درهم الاخوات 30000 ريال شي حاجه اللي غزاله ورائعه. واش عندك شي حاجه دوزيام ما اخوات كاين الميزه تاع دوزيام ما كاين اليوم حاضرين معنا يعني كاين دوزيام ما وكاين واحد المضمه اليوم كاينه معكم غنوريها لكم ان شاء الله. كاين البراسليات اختي صورت بها الحلقه تاع لويزا كاين هادو الاخوات لويز قديم 5500 درهم فقط هادو في الميزات هادو لويز قديم يعني 21 كاره كي دايرين شي حاجه زويونه الاخوات اللي بغا هادو في الميزات هادو لويزات غزالين ورائعين حلقه لويز الثمن ديالهم 5500 درهم الاخت سوات عليهم لويز 21 كاره ثم الحجاره ان شاء الله راه غير شي اجنا رادكو ان شاء الله مرحبا بغينا رادكو سلسله اختي ناجيه اختي ناجيه غادي ان شاء الله الا جا ان شاء الله نحطو في الستوري الا جا غدا مع السيد زكا معايا غدا. بالنسبه للثمن ديال هذا 5500 درهم اللي هي 110000 ريال اخوات 110000 ريال شكرا لك اختي مالك شكرا لك بزاف ولد الناس شكرا لك اخوات على هاد الكومونتير زويون اخوات مرحبا بكم حنا راه قلت لكم حنا راه الاشاره ديالكم هي الاخوات بالنسبه لك كنزحف المحل شي حاجه راه تصبروا غادي تقضيو غرضكم بثمن ناقص يعني ثمن مناسب. واش كتغدو ديال 22 كره اخوات بالنسبه ل 22 كره 24 كره
ممنوع يكون في المغرب لان ديب مصرح به في المغرب الديوانات تطبع 18 كره فقط، لان 18 كره تكون صحيح وزوين. بالنسبه للاخوات كاين هادو 5500 درهم، والاخوات عندنا واحد الكولي غزال ورائع بالنسبه للناس اللي مقبلين على المناسبات ان شاء الله والعراسات. كاين واحد الكولي بالنسبه للناس اللي بغاو شي حاجه في الحضور وفي الدفوع، يعني هذا غزال ورائع وثمنه حتى هو زوين. يعني ثمن الكولي الاخوات داير 7200 درهم فقط، 7200 درهم 7000 درهم واخا اختي. انا نقول لك شحال فيه من غرام، وان شاء الله تواصل معايا في واتساب وان شاء الله على جا ونخلي لك واحد. بشرى اختي بشرى 10000 درهم غادي يكون فيها اختي 19 غرام فاصله 3، راه قلت 10000 درهم اختي بشرى 10000 درهم. بالنسبه للاخوات كاين هذه دايره داير 7200 درهم فقط الاخوات. اللي بغى يبيع 22 كاره اختي لا بغيت تبيع جيبي ليا ناخذ من عندك اختي خديجه. بالنسبه للاخوات 7200 درهم 44000 ريال، مليون 144000 ريال، 144000 ريال اللي هي 7200 درهم. هذا الكولي اخوات فيه شوبار غليظه ورائع وزوين. بالنسبه للغورميزه ديالو حتى هو فيه الخاتم وحلقات، يعني تقريبا 4 لي بياس كولي غزال ورائع، والثمن ديالو 7200 درهم فقط. واش الخاتم مارياج اختي؟ بالنسبه للاخوات يعني اللي ندوز السلعه كلها وغتشوفوا معايا كاع لي موديل اللي كاينين، اي حاجه بغيتيها اختي اختصار انا نوريك لي مارياج. عافاك الخال اختي كاين الخال انا ندوزو لك دابا. الثمن ديال الكل اخوات غزال ورائع، الثمن ديالو 7200 درهم اختي. انا نوريك بالنسبه للاخوات كاينين عندنا ها هو اختي كاين هذا ب 1000 درهم فقط الاخوات بروموسيون، هذا خلخال تاع الرجل ب 1000 درهم ها هو اختي خلخال تاع الرجل داير 1000 درهم فقط الاخوات 20000 ريال زوين ورائع. هادو بروموسيون فيه جوج موديلات، نوريك موديل تقريبا بحال بحال يعني موديل نفس الموديل فيه فيه لي موتيف الاخوات. هو خلخال رائع الثمن ديالو نعم احمد بالنسبة للاخوات كاين الثمن ديال هذا 1000 درهم فقط 20000 ريال خلخال تاع الرجل هذا غزال ورائع. سفيان عافاك وريني غورمي تاع واخا اختي انا نشوف لك لكن غورمي تاع كل اختي انا ندوز عليك دابا. بالنسبه للاخوات كاينين موديلات رائعين وزوينين اليوم فضل الله، لكن واحد الخدمه الاخوات دير الثمن ديالو 1200 درهم فقط، فيه اللوينات فيه الاحمر وفيه الابيض وفيه الخضر، يعني ثلاث الوان كاينين. بالنسبه للاخوات الثمن ديال هذا 1200 درهم فقط، 1200 درهم 24000 ريال، 24000 ريال شي حاجه اللي غزاله ورائعه ب 24000 ريال. 1200 درهم 24000 ريال اخوات 24000 ريال، ولكن صحيح ماشي داكشي اللي خفيف، يعني شي حاجه اللي واقفه. بالنسبه للاخوات هذا صحيح ماشي داكشي اللي ترطى، يعني كاين واحد الخواتم خفاف حاولنا نجيب لكم حاجه صحيحه وزوينه، يعني خاتم صحيح ب 1200 درهم فيه حجره بيضاء، اللي بغى يعني حجره بيضاء بغى حجره احمر.